بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين، وسلم تسليما كثيرا. برنامج حاكمية الله لا حاكمية الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الأيام الأخيرة واللحظات الحاسمة وأيام الواقعة، وهي خافضة رافعة. قوم أخذوا يتسافلون حتى استقر بعضهم في هوة الوادي، قوم بدأوا يرتقون حتى كأنهم استقروا على قلل الجبال، وقوم سكارى حيارى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، همج رعاع يميلون مع كل عائق. وفي هذه اللحظات الحاسمة، لحظات الامتحان الإلهي لأهل الأرض، سقط معظم الذين كانوا يدعون أنهم إسلاميون أو يمثلون الإسلام بشكل أو بآخر. ومع الأسف، إن أول الساقطين في الهاوية هم العلماء غير العامة، حيث أخذوا يرددون المقولة الشيطانية حاكمية الناس، والتي طالما رددها أعداء الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، ولكن هذه المرة جاء بها الشيطان الأكبر، فراقهم زبرجها وحليت في أعينهم وسماها لهم الديمقراطية أو الحرية أو الانتخابات الحرة أو أي مسمى من هذه المسميات التي عجزوا عن ردها، أصابتهم في مقاتلهم فخضعوا لها واستسلموا لأهلها. وذلك لأن هؤلاء العلماء غير العاملين، ومن اتبعهم ليسوا إلا قشور من الدين ولب فارغ، فالدين لعق على ألسنتهم ليس إلا. وهكذا حمل هؤلاء العلماء غير العاملين حربة الشيطان الأكبر، وغرسوها في قلب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفتحوا جرح الشورى السقيفة القديم الذي نحى خليفة الله عن حقه،
أقر حاكمية الناس التي لا يقبلها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ولا الأئمة عليهم السلام. If we look at how the first Muslim state after Prophet Muhammad died and companions and all people in the Muslim state get together in the mosque, the number was not that large, so they all got together in a mosque, and they chose a leader to be the head of the Muslim state, Abu Bakr. And then the same thing happened after. So what is called in Islam like Shura, it gives it the exact meaning of democracy. This means that people should agree on whoever is to be the leader of the state. So Islam as a religion is not against democracy at all. وهكذا أقر هؤلاء العلماء غير العاملين تنحية الأنبياء والمرسلين والأئمة عليهم السلام، وأقر هؤلاء الظلمة قتل الحسين بن علي عليه السلام. والذي آلمني كثيرا هو أني لا أجد أحدا يدافع عن حاكمية الله سبحانه وتعالى في أرضه، حتى الذين يقرون هذه الحاكمية الحقة تنازلوا عن الدفاع عنها، وذلك لأنهم وجدوا في الدفاع عنها وقوف عكس التيار الجارف الذي لا يرحم. والأنكى والأعظم أن الكل يقر حاكمية الناس ويقبلها، حتى أهل القرآن، وللأسف الشديد إلا القليل ممن وفى بعهد الله مع أنهم يقرؤون فيه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. وهكذا نقد هؤلاء العلماء غير العاملين المرتكز الأساسي في الدين الإلهي، وهو حاكمية الله وخلافة ولي الله سبحانه وتعالى. فلم يبقى لأهل البيت عليهم السلام خلفاء الله في أرضه وبقيتهم الإمام المهدي عليه السلام وجود بحسب الانتخابات أو الديمقراطية التي سار في ركبها هؤلاء العلماء غير العاملين. بل نقد هؤلاء العلماء غير العاملين القرآن الكريم جملة وتفصيلا. فالله سبحانه في القرآن يقول: إني جاعل في الأرض خليفة، وأنزل الدستور والقانون في القرآن. وهؤلاء يقولون إن الحاكم أو الخليفة يعينه الناس في الانتخابات، والدستور يضعه الناس. وهكذا عارض هؤلاء العلماء غير العاملين دين الله سبحانه وتعالى، بل عارضوا الله سبحانه ووقفوا إلى صف الشيطان الرجيم لعنه الله. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا ووسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فإن أمر الانتخابات أمر في غاية الأهمية في نظر كل مسلم وفي نظر شريعة الإسلام، لأن هذا الأمر يقوم على الشهادة. الإنسان حين ينتخب شخصا يشهد له بأن هذا الشخص رجل صالح لأن يمثل الأمة وأن ينوب عنها، هذا ولا تكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، لا ينبغي أن يكتم ولا ينبغي أن يترك ولا لا مش هنتخب. الله تعالى يقول: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. ونحن إن شاء الله يعني مؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى سينصر الحق، مرسي سينتصر، والله سينتصر، هذا أنا مؤمن بهذا، سينتصر مرسي، ولكن لا أريد لأحد أن يتخلف عن نصرته. ولذا ارتأيت أن أكتب هذه الكلمات لكي لا تبقى حجة لمحتج،
وليسفر الصبح لذي عينين، مع أن الحق بين لا لبس فيه. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات حجة من حججه في عرصات يوم القيامة على هؤلاء العلماء غير العاملين ومقلديهم ومن سار في ركبهم وحارب الله سبحانه وتعالى وحارب آل محمد عليهم السلام، وأقر أتباعهم الجبت والطاغوت وتنحية الوصي علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من ولده عليهم السلام. نريد منكم مشاركة فعالة بالانتخابات. أولا نحن لا ندعو لا نوجب الذهاب للانتخابات ولا نحرم الذهاب، ولا نوجب عدم الذهاب ولا نحرم عدم الذهاب. كل إنسان هو يقدر القضية، وهي قضية موضوعية خارجية، له الحق أن يختار الذهاب أو عدم الذهاب. لكن ننصح من يذهب إلى الانتخابات، بل نقول له يجب عليك أن تنتخب الإنسان الذي فيه الخير، الذي فيه الصلاح، الذي فيه الأمانة والصدق. المهم أن يختار الناس من يريدون أن يمثلهم، وإحنا نرضى بأي اختيار. لا علينا أن لا ننزعج من أي نتيجة. جميع هؤلاء هم أبناء الكويت وأبناء الشعب الكويتي، وكل هؤلاء إن شاء الله راح يخدمون المجتمع الكويتي والشعب الكويتي والوطن العزيز قدر الإمكان. وبالتالي المهم هو الحضور في الساحة، والمطلوب كل واحد أن يشارك ويختار من يراه مناسبا، وهذا هو أهم شيء. القرآن الكريم يصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. هذه أوصاف ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بكل من يلي أمر الأمة، كل من يلي أمر الأمة ويسوس أمر الأمة، كل هذه صفاته. لذلك المعيار إخواني هو حينما يكون هناك انتخاب الشخص المناسب الكفو الذي يمتلك المعايير التي ذكرناها، وأن يكون أيضا ضمن قائمة جيدة ومؤهلة.